باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هتكلم معاكم النهاردة عن مرض ممكن المرض ده يكون بيعطل التوبة أو بيخلي التوبة بتاعتي مش كاملة أو التوبة بتاعتي مش مقبولة. علشان كده بالصدفة النهاردة الصبح وأنا قاعد أعرف أقوال القديس باسيليوس، القديس باسيليوس بقالي معاه سنة ما بيخلص، المهم لقيت قول بيقوله على هذا المرض. بيقول إيه؟ الذي يتباطأ في إظهار وكشف الخطية يكون كمن يحتفظ بسما قاتلا يهدد أبديته وخلاص نفسه. اللي ما بيظهرش خطيته أو يفضح خطيته كأنه في جسمه سم، والسم ده هيموته ويهلكه. ده معناه إن أنا ممكن يكون عندي خطايا بعترف بيها وفي خطايا ما بقدرش أقولها. علشان كده جاي أتكلمكم على هذا المرض اللي هو مرض إخفاء الخطية الذي يبطل التوبة لحد كبير. هتكلم معاكم في ثلاث نقط أساسية. النقطة الأولانية، لماذا نخفي الخطية ولا نقر بيها؟ النقطة الثانية، صور الإخفاء إيه؟ النقطة الثالثة، علاج المشكلة إيه؟ ليه الإنسان ما بيقولش خطيته جرأة؟ ليه الإنسان ما بيقولهاش قدام أب اعترافه وممكن يخفيها ويتعمد إخفائها في بعض الأحيان؟ هقول مجموعة من النقط جوايا وجواكم ممكن تخلينا في أوقات كتيرة قوي ما عندناش الجرأة إن إحنا نقول الخطايا. هقول لكم إيه الأسباب. السبب الأولاني، في إنسان لا يتعمد إخفاء الغلط أو الخطأ لكن هو مش شايف إنه غلطان. يعني على سبيل المثال، الناس اللي عندها النزعة النرجسية، ده إنسان بلاش النرجسية دي، واحد بخيل، هل البخيل شايف إنه بخيل؟ أبداً. البخيل شايف كل الناس سفهاء وكل الناس مسرفين وكل الناس ربنا هيحاسبها على كل مليم ما عدا أنا، لأن أنا اللي عارف بقيمة نعمته، بشيل القرش على القرش والجنيه على الجنيه. يجرى إيه لما الواحد يلبس جزمة يعني مقطوعة؟ أيوة لو هو فقير ماشي، لكن ده أنت عندك فلوس كتيرة في البنك يعني تستحملها ست أشهر كمان. طيب هتجيب جزمة من روكسي؟ لا، أنا هروح العتبة واجيب من اللي على الرصيف. طب ده أنت لو واحد على قده يقدر يعمل كده، طب أنت بتعمل كده ليه؟ يقولك لا، هو مريض. ففي واحد المغرور قوي أو اللي واقع في حرب النرجسية شايف أنه مش ممكن يكون غلطان، مش ممكن يكون غلطان. يعني النرجسي دوت ممكن جدا حتى واحد يكلمه يقول له أنت مش شايف ولا حاجة من دولة مزعل مراتك في حاجة؟ هو شايف من وجهة نظره المفروض هي تسجد لربنا، تسجد لربنا وتشكر ربنا ليل ونهار أنها متجوزاني أنا، فهو في حتة تانية. فده عايش دايما في الدنايل، يعني لا يمكن يعترف. أهو ده غصب عنه، ده مريض، ده مريض يعني. طيب لو في الحالة دي أنا كده هقول لك حاجة، حتى لو في الحالة دي صدق اللي هقوله لك، لو خمسة ستة أجمعوا على صفة فيك أنت رافضها بالدنايل، الدنايل يعني الرفض أو الإنكار، لأ اعرف إن الخطأ ده فيك ومحتاج تفضحه. فأوقات ما ببقاش شايف الغلط لكن محبة ربنا يبعت لي واحد واثنين وثلاثة. يعني مثلا أنا ماشي فواحد يسلم عليا يقول لي مالك يا أبونا مشدود؟ أقول له أنا مش مشدود، أنا مش مشدود. وبعدين اللي بعده يقول لي مالك يا أبونا مشدود؟ أنا مش مشدود. وبعدين واحد يقول لي أنت مالك يا أبونا مشدود؟ أنا مش مشدود. لا صدق يا أبونا أنك أنت مشدود بقى، يعني مش ممكن التلاتة دول بيدعوا أو متفقين عليك. يبقى لما كذا واحد يقول لي على عيب فيا صدق. لما ماما تقول لك أنت عنيدة وأنت شايفة إن الناس دي مش فاهماكي، أنا أساسا خسارة في البيت ده، يعني أنا خسارة في البيت ده، يعني أنا أستاهل أم أفضل؟ ما فيش موبايل في الكنيسة خالص.
أنا شايف إن أنا أستحق أم أفضل وأب أفضل. فلما بيحصل إن أنا أشوف نفسي بالشكل ده، صوري ماما بتقولك إنك عصبية وبابا بيقولك إنك عصبية وأخواتك الاتنين بيقولك أنت عصبية أوفر أوفر معدية، تقولي أنا إنسانة هادية بس أنتوا كلكم مستفزين. لا، لما تلاقي كده قول أمين، مدام في اتنين تلاتة قالوا كده يبقى أنا كده. أنا حكيت لكم حكاية زمان عني أنا على البنت اللي بتقول لي يا ابونا أنا بحبك قوي بس بخاف منك في الراعي الصالح، قلت لها قالت عشان أنت بتبرق، قلت لها أنا ببرق؟ ده أنا نص كلامي مع الولاد فيه ضحك وهزار، أنا ما برقش يا بنتي وأنا مش في الدنايل أنا. وبعدين راحت البنت عملت لي إيه؟ فضلت تصورني تصورني بالموبايل وأنا مش واخد بالي وتصورني وعملت لي فيلم بتاع ثلاث دقايق أمام الله لما شفته خفت. أنا كده؟ أنا بعمل في الناس كده؟ يا نهار أبيض. فأنا صدقت لما حد يقول يا ابونا أنت بتبرق؟ أه ببرق. أنت بتخوفني؟ أخطيت يا حبيبي بخوفكم بس ما أقصدش إن أخوفكم، يعني ربنا خلقها كبيرة شوية بس مش أكتر. المهم خلاصة الكلام إن أول نوع بيخفي خطيته ده ما بيبقاش شايفها، لكن لو ربنا شاور لك عليها من فضلك اعترف بيها. اتنين، تاني نوع من أنواع الناس اللي بتخفي الخطية، واحد بيحب الخطية ومش ناوي يبطلها. واحد بيحب الخطية ومش ناوي إيه؟ يبطلها. زي إيه مثلا؟ أنا بحب أخرج كده وأشرب شوية، بشرب بتاع كده في المناسبات كده، بنروش مع يولو، روش بروش مع أصحابي كده مرة مرتين في الأسبوع بس أنا مش مدمن يعني، أو تفريح وتفر يعني، أو أنا أحب أنا ليا ستايل في اللبس كده يعني يكون لبس ملخبط شوية أو قليل شوية بس بحب شكلي كده وبحب شخصيتي كده، فمش ممكن هقولها. ليه؟ ما انا لو قلتها ابونا هيقول لي ايه؟ عدل سلوكك، وانا مش ناوي اعدل. احكي لكم حكايه. في مره من المرات انا كان قدامي واحد بيعترف، انا حكيت لكم دي قبل كده، فهو قعد وانا قعدت فبقول ابان الذي، فهو قعد قدامي كده بيني وبينه 30 سنتي، فانا بعمل كده اهو مش قاصد ابص امام الله، انا مش غاوي يعني، بعمل كده. هو كان الايه؟ البنطلون مرفوع شويه وفي علبه سجاير في الشراب، يعني انتوا واخدين بالكم الكلام ده من 20 سنة ولا حاجة زي كده. فأنا لا غصب عني، أنا ما قلتلوش وريني لتحت البنطلون إيه، أنا ببص لقيت علبة سجاير في الشراب فسكت سكت. هو حر مدام أنا عارف إنه هيقولها في الاعتراف يعني بشرب سجاير، خلص الاعتراف وما جابش سيرتها خالص. فقلت له ما فيش حاجة تانية يا حبيبي؟ قال لي لا ما فيش. قلت له خالص؟ حاجة كده ليها حكم العادة، حاجة نفسك تبطلها وما انتش قادر؟ مفيش. حاجة متسلطة عليك؟ مفيش. حاجة بتهد صحتك يعني ناقص أقول له الماركة؟ المهم لا أنا ما قلتش للدرجات دي، ما قلتش للدرجات دي، قلت يعني حاجة متسلطة عليك، حاجة ليها حكم العادة، حاجة عاوز تبطل. قال لي لا مفيش. قلت له خلاص الله يحلك، هعمل له إيه؟ بعديها بسنتين قال لي فضحكت، قال لي انت كنت عارف؟ فضحكت مش قادر اقول له، مش عايز احرجه. قال لي لا انت كنت عارف؟ قلت له بصراحه مره وانت بتهرب. قال لي اه. قلت له طب ليه ما قلتليش؟ قال لي عشان بحبها وما كنتش عايز ابطلها، ولو قلت لك هتقول لي بطل. هو في اكب كان هيقول له واحد يشرب هتقول لي بطل، وما دام قلت له بطلها يبقى انا كسرت نظام الطاعه ونظرت مش عارف مين، فمن الاول ما اقولكش احسن، من الاول ما اقولكش احسن. اهو ده واحد عاوز يخفي الخطيه ومش هيقولها لأنه بيحبها. يبقى النوع الأولاني واحد مش دريان، النوع التاني واحد بيحبها ومش عايز يبطلها. طبقوا بقى على حاجات كتير قوي. نمرة ثلاثة، من أكتر الحاجات اللي تخلي الإنسان مش قادر يقول خطيته الخجل،
يعني مثلا فاكرين السؤال اللي جه النهارده، البنوته بتقول انا قبل الجواز عملت وعملت وعملت، قلت لها المسيح بيسامحنا كلنا، نفس القصه بتقول مش قادر اقول اب اعترافي. في بنت تيجي كده تقول لي انا طول عمري انا من وانا عندي 3 سنين كان ابونا يجي يزورنا في البيت ويقعدني على حجري ويجيب لي معاه ملبس، وكبرت وابونا كبر وشايفني ودايما يقول ملاك البيت ملاك البيت. لو يعرف ملاك البيت بيعمل ايه كان هيقول شيطان البيت شيطان البيت شيطان البيت. وعلشان كده أنا مش قادرة أشوه صورتي ولا قادرة أخزله، ده الرجل هيموت هيموت لو عرف. هو مش هيموت ولا حاجة، بس هي عندها إحساس بالإيه؟ بالخجل. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ما بنقدرش نقول كل حاجة. إحنا قلنا كام حاجة دلوقتي بتخلي الواحد نقولش غطيت؟ نمرة 1 اللي مش دريان، 2 اللي بيحبها، 3 الخجلان، 4 من أكثر الحاجات التي تزيد الصعوبة في الإقرار بالخطية المكانة. المكانة، عارفين يعني إيه المكانة؟ يعني لو شاب قال أنا كنت في بلاج وبصيت بصة وحشة يا أبونا، يعني أنا شاب بقى يعني ما يعني هيقولها. طيب لو خادم ولا طب لو أمين خدمة طب لو كاهن ممكن؟ أي حد ممكن يقع في أي خطية، بس أنا بتكلم على أن كل ما المكانة بتاعت الإنسان عليت وتحارب بأفكار والناس قد ترى فيه الكمال المسيحي، بيبقى صعب عليه قوي إنه يقولها. أنتوا معايا؟ وعلى فكرة 3 و4 اللي هو الخجل أو المكانة ليهم علاقة بحاجة اسمها خطية الذات. عشان أنا خايف على منظري فنفسي مش جايبة إن أنا أفضح نفسي وأقول إن أنا عندي أفكار وحشة أو عندي نظرات وحشة أو إلى آخره. يا إما من ناحية أبونا هيقول عني إيه، أو أنا إزاي أعمل الخطية دي، ده أنا عامل فيها 16 وعظة. ما فيش حد كبير على الخطية خالص. داود النبي اللي إحنا بنصلي مزاميره وقع، بس أنا بقول لكم الأسباب اللي تخلي الناس ما بتقولش خطأ. أنتوا موافقيني؟ هتنقل للنقطة التانية ودي هتاخد 5 ثواني. إزاي الإنسان بيخفي خطيته؟ إزاي الإنسان بيخفي خطيته؟ يا إما ما يقولهاش زي الولد بتاع السجاير اللي في الشراب ده، يا إما ملهاش، يا إما حاجة تانية. عارفين يعمل إيه؟ يقولها باقتضاب مخل. الكلمة صح، اقتضاب مخل. يعني إيه اقتضاب مخل؟ يعني مثلا واحد يخش يقول لك إيه؟ جاي تعترف؟ جاي تعترف. قول يا حبيبي تعترف ايه؟ الانسان ما بيخلاش من الخطيه. حللني يا ابوني. طب احلك على ايه يعني؟ الخطيه. طيب انا هساعدك في افكار في شهوات. بص الانسان خطاء. حللني يا ابوني. ايوه يعني انت جاي تقول ايه؟ فده اسمه اقتضاب مخل. عارفين يعني ايه اقتضاب مخل؟ يعني بص يا ابونا عشان اوفر على قدسك اختار اللي انت عايزه، كله موجود بنسب متفاوته. او اقتضاب مخل ايه؟ يعني صدقني يا ابونا مش عارف، يعني صدقني يا ابونا مش لاقي حاجة أقولها. طب أنت جاي تعترف بفضائل ولا جاي تقول إيه؟ فالحقيقة ده اسمه إخفاء. يعني إنسان كده بيبقى مخل في الاعترافات بتاعته، يقول الودن ما بتخلاش، العين ما بتخلاش، القلب ما بيخلاش. ما بيخلاش من إيه؟ أنا عايز أعرف، يعني عايز أعرف، يعني عايز أحط إصبعي على حاجة هنقرأ عليها الحل يعني عشان حتى. لكن في واحد كده، وفي ناس في منتهى الأمانة. عايز أحكي لكم على واحد بقى أنا حكيت لكم عنه زمان قوي بس أنا بحبه قوي.
هو مش موجود في مصر حاليا، ربنا يحافظ عليه. الولد ده كان خادم، ربنا يحافظ عليه، حافظ عليه، حافظ، يعني محبة المسيح في قلبه كبيرة قوي. ويعني ايه يعني يوم ما بيسرح في مزمور جوه صلاة الأجبية بيندم نفسه ويعمل عليه مطانية، ويعني يعني شغال كويس قوي. ففي وسط الكلام مرة بيقول لي ايه، شوفوا العكس، يعني في واحد يعمل حاجة اسمها ايه، انا قلت لكم اسمها ايه، اسمها الاقتضاب المخل، يعني يقولها باختصار مخل كده كأنه ما قالش حاجة، ده عمل العكس. الولد ده في وسط ما بيعتبر بيقول لي مرة كده احتديت من جوه، ومرة شلت غضب داخلي، ومرة كنت المفروض أساعد أخويا في الماس وأنا كنت تعبان فقلت له بكرة، وهو أكيد نام متضايق، يعني حاجات عارفين اللي هي هو ده مستوى اعترافاته. يعني وفي وسط ما بيقوله بيقول لي وزنيت، ومرة من مرات صليت صلاة النوم بسرعة، فأنا قلت أنا سمعت غلط، أنا سمعت غلط، يعني ما ساعدش أخوه في الماس وصلى صلاة النوم بسرعة وفي وسطهم زنيت، يعني السيكونس مش ماشي، يعني مش حاجة، يعني في حاجة غلط، في حاجة حصلت. عادة أب الاعتراف ما يجرحش ابنه أبدا في الاعتراف. ليه؟ لأن الاعتراف عملية عارفها فيها نفسية مجدة، هو أساسا جاي يفضح نفسه، فما جيش أنا فعص في الفضيحة، قول ربنا معاك، ربنا يساعدنا، كلنا خطاة، يعني أساعد. بس مع ده ما قدرتش، أولا unexpected، يعني إيه الولد يقول الخطية دي؟ مش ماشي معاه خالص خالص، باسم الصليب عليه، باسم الصليب عليه، لا صحيح ما فيش إنسان فوق الخطية، بس لا لا في حاجة غلط. فأنا قلت له بص يا حبيبي معلش يمكن أكون سرحت في النص، أنا ما سرحتش، بس أنا من كتر ما أنا شاكك فاكر أن أكون أنا سمعت كلمة غلط على نفس الوزن. قلت له بص مش محتاج تقول لي أي تفاصيل، بس اقرأ لي الخطايا كده من أول لآخرها. زنيت، استنى. قلت له ازاي يعني؟ قال لي هو ضروري؟ قلت له لا مش ضروري، يعني انت بس انا عايز قال لي هقول لك، انا كنت خارج من الحمام في الطرقه، يعني كنت باخد دش وخرجت من الطرقه وفي صاله لازم امر على الصاله وبعدين اوضه النوم، نظام بيتنا كده. قلت له ما؟ قال لي كان في فيلم عربي قديم في مغني بيغني وجنبه رقصه بترقص. قلت له بعدين؟ قال لي بصيت. قلت له بعدين؟ قال لي كده هي دي الخطيه. انت كده زنيت. ده احنا عندنا عيال يعني. وما بيقولش. انا عايز اكلمكم ان لو مجرد شاف فيلم عربي قديم مغني بقى مش عارف مين ولا ايه، واحده بترقص جنبه وهو بس بص عليها كده وشاف ان اللبس مش بتاع، حاسس انه وقع في شر عظيم. احنا بنعمل العكس، احنا نكون واحنا في شر عظيم وما بنقولوش، ودي مشكله. تعالوا بقى نخش في النقطه المهمه، علاج المشكله دي ازاي، ازاي نعالج مشكله اخفاء الخطيه. أول حاجة، داود النبي لما زنى غلط في حق الست اللي جابها وفرض نفسه عليها لمجرد أنه ملك ومش هتقول لا، يعني اعتدى عليها. اتنين، خان الراجل الأمين اللي بيحارب عن شعبه اللي هو جوزها اللي في صفوف القتال. تلاتة، خان الأمانة اللي ربنا ادهاله كراعي للشعب، لأن راعي الشعب ما ينهش في جسد الشعب. لما وقف يتوب قال الكلمة اللي أنا هقولها لك دي، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. طب أنت غلطت في حق أورية وغلطت في حق الست وغلطت في حق نفسك وغلطت في حق ملكوتك ومملكتك وغلطت وغلطت، لكن هو ما كان شايف غير حاجة واحدة بقى، إن هو ما غلطش إلا في حق مين؟ وعشان غلطت في حق ربنا اللي هو المهم، وهو كان شايف الخطية وأنا بعملها مش مهم حتى لو الناس كلها شافتها، ما أنا هو اللي شافها وهو اللي في إيده إنه يبررني وهو اللي في إيده إني يدني. فلو أنا عايش بمبدأ لك وحدك أخطأت والشر ببجاحة أمامك صنعت، مش هيفرق معايا أقولها لمين، ما أنا غلطت في حقه، هو ساتر عليا
لكن أنا غلطت في حقه. فلما الإنسان يمسك المبدأ بتاع لك وحدك أخطأ ولا يهتم إلا بحكم الله عليه مهما كانت الخطية اللي ربنا شافها وأزت مشاعره على عود الصليب، هيبقى سهل أقولها لأي حد، لأن أنا ما عنديش أهم من ربنا في حياتي. أخاف منكم وما خافش منه، أخاف على سمعتي. صوروا، إحنا بنخاف على سمعتنا قدام الناس أكتر ما بنخاف من دينونة ربنا. يعني تقول لك أصل شغلة ربنا أن يستر لكن الناس تفضح، فأنا خاف على سمعتي قدام الناس. لا، خاف من ربنا اللي في إيده الدينونة، مش الناس اللي محدش ليهم عندك حاجة. حتى لو الناس أدانتك وقالت إزاي تقع في الخطية دي، هو ملطوط بما هو أكثر منك، لكن أنت ما تخليش الخجل، لأنك أنت إذا كنت عاوز تخجل تخجل من الله، ولما هتخجل أمام الله يقولك اذهب وأري نفسك للكاهن، فتروح تقول الخطية. كان فين حياءك وخجلك وانت بتتفرج على المنظر الوحش؟ ولا أخجل من أبونا وما أخجلش من الخطية نفسها؟ شقلبنا الدنيا. فالإنسان الروحي الأمين اللي مقتنع بلك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لن يرى أي غضاضة باتضاع أن يقول خطيته مهما كانت بشعة لأب اعترافه. اوعوا تخبوا الخطية، وهقول لكم ليه. نمرة اتنين، إذا كنت أنا بخجل من أبي، عايز أقول لك قاعدة أن أبيك الروحي تحت الجهاد عينه، يعني في سنك تحارب بنفس حروبك، تحارب. أنتوا فاكرين الآباء الكهنة مش بشر؟ ما بيتحاربوش؟ بيتحاربوا. وفي سنك ما كانش بيتحارب، كان بيتحارب. يمكن ربنا اداله نعمة وانتصر، ممكن يكون وقع مرة وقام بسرعة، بس حاسس بحربك وحاسس بالخطية وحاسس بالضعف البشري. وأبوك الكاهن لو للحظة غير رأيه فيك أو صورتك عنده لأنك أنت قلت مصيبة، ربنا يرفع نعمته عنه، وتاني يوم أبونا ده هيقع في نفس الخطية. ليس بالضروري هي هيها، بس أبنا هيحرجه يقول له بقى أنا بعت لك ابني، ابني اطلط في الشارع في حاجة قذرة، وانت شغلتك تغسل رجليه، تقول له اف ويع يا مقرف، أنا هوريك القرف شكله ايه. عشان كده الأباء الكهنة أكتر حاجة بيخافوا منها وهم بيسمعوا الاعتراف، ان يقع في فكر إدانة لأي ولد من ولاده، أو يغير قلبه عنه يقول ابني يقع كده ازاي، لأن هو تاني يوم هيقع. فأكتر حاجة تحافظ على الكاهن والشيخ الروحاني وهو بياخد اعتراف أبائه الرهبان أو أنتم لو في العالم، إن هو متضع جدا وشايف بستر المسيح. فأوعى تقول أبونا هيقول عني إيه، ده أبونا خايف على نفسه أكتر منك. ده أنا عايز أقول لكم حاجة، أوقات بيبقى فيه ولد، عارفين لما الواحد يبقى عنده vomiting feeling اللي هو بعد عنكم، يعني اللقمة واقفة هنا، حاسس انه شرب عصير ملوث او اكل سندوتش حواوشي من الحاجات الوحشة اللي هي كلها معرفش معمولة من ايه، يعني واقفة هنا وابتدى يحس انه بيعرق وبيدوخ وعاوز ايه، ومشفق على ذاته، مشفق على ذاته ان الاستفراغ عملية بايخة وعملية مرة وبيطلع احماض من معدته، فالاستفراغ عمليه بايخه يعني. فابوه يقول له، يفضل يتحايل عليه يقول له بص خليك حط صباعك في بقك، حط صباعك في، هو عمليه بايخه مش كده؟ بس ابوه بيعمل كده ليه؟ علشان ايه؟ عشان يريحه. فاب الاعتراف لما بتكون في مصيبه انت عملتها ومتردد جدا انك انت تقولها، يوم ما بتقولها هو بيفرح مش بيلومك. بيفرح ليه؟ لأنه بيقول مع مثل الابن الضال، ابني كان ميتا فعاش، كان ضالا فوجد. بيقول لك الحمد لله على السلامة، الحمد لله أنك طلعتها، طلعها في حجري، لعوصني، بس أنت ترتاح يا ابني من جوه ما يهمكش. مرة بيسأله أبونا ميخائيل إبراهيم إيه اللي تقدر تقوله عن أب الاعتراف، قال لهم صفيحة زبالة، كل اللي عنده حاجة
مضايقاه بيرميها فيها، وهو قادر انه يكون صفيحه الزباله، وصفيحه الزباله ما بتقربش انها تكون صفيحه زباله ولا بتتضايق انها تكون صفيحه زباله، دي هي بتبقى مبسوطه انها ريحت الناس من زبالتها. شوفوا الفكر، اوعى تخبي الخطيه، واوعى تخبي الخطيه مهما كانت محرجه او مؤلمه، قولوها وافضحوها، عشان النقطه الجايه مهمه قوي. ان الخطيه التي لا تقر بها في سر الاعتراف لا تغفر. هو مش توتالة؟ لا مش توتالة. هو مش بسعر الجملة بالمقطف يعني كده؟ يعني مثلا اقول 15 خطية واثنين لا ويعدوا. يا عم خلي قلبك كبير، ما جاتش على اثنين، ده بتاع اللب بيحط لنا شوية لب زيادة فوق القرطاس، خلي الاثنين دول مع 15. نو، اللي مش هتقوله مش هيتغفر لك، وهتفضل ممسوكة عليك. احنا قلنا كم حاجة؟ اول حاجة لك واحدة اخطأت، اتنين ابويا الروحي تحت الجهاد نفسه فلا يدين بل يفرح بتوبتي، تلاتة الخطية التي تخفى لا تغفر، اربعة لن تنال راحة الا لما تقولها. فرضا واحد عمل حاجة وحشة قوي مكسوف منها قوي 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 قوي، خليكم بس معايا، وكل مرة بيعترف بيقول 15 خطية وال16 دي مش قادر يقولها، وهو خارج تلاقي الشيطان سارق منه فرحته وسارق منه راحته، ممسوكة عليك وهزلك بيها وهعكرك وانت بتنام، عشان انت عارف انك نصاب وما بتعترفش وبتتناول غلط وانت وانت وانت. امتى تتحرر وتطرد الشيطان بحروبه؟ لما هتقولها هترتاح. عارفين يا جماعه لما قلت لكم لما الاستفراغ حاجه صعبه، بس انا لما استفرغت ايه؟ احكي لكم حكايه حقيقيه. انسان كان فوق ال 78 سنه لما جه، 78 سنه يعني متقدم في الايام. الإنسان دوت مرة جه قعد معايا، وكنت أنا قلت زمان 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 قوي عظة في الراعي الصالح عن اسمها أسوار، فقلت في أسوار لازم تتهد، منها أسوار الخطية كذا والخطية كذا والخطية، كان سلسلة حلوة قوي يمكن أعدها لكم في يوم من الأيام. المهم فهو بيقول لي أنا سمعت الوعظة دي، قلت له آه، قال لي أنا مشكلتي إن أنا وقدست البابا شنودة أصدقاء عمر، ومن كتر ثقته فيا أنا عضو في 5-6 كنايس، وعشان سني كبير فالكهنة كلها أولادي ومحدش بيخش، ده أنا لما بخش على اجتماع أي كنيسة من اللي هم مجلس الكنيسة يعني، لما بخش الكهنة بتقف عشان تسلم علي، يعني مش مكان يبقى قاعد كده ويمد ايده وابوسها، لا ده الكهنه بتقف لما انا بخش. وانا في حداثتي لما كان عندي 17 و18 و19 سنه عملت بلاوي، وبعد ما اتعرفت وبقيت مستشار واستاذ جامعه وعضو في مجالس كل الكنايس، وكل الكنايس تعرفني وليا صور كتيره قوي قوي مع الاساقفه ومع البابا نفسه، هقول خطيتي ازاي؟ مش قلت لكم كل ما المكانه بتكبر الاقرار بيبقى اصعب؟ بس انا سمعت الوعظه دي اللي انت قلتها، وانا جاي عشان خلاص عايز افضح نفسي، الناس اللي شايفيني انا كذا كذا، عايز اقول لك انا عملت 1-2 كيت وكيت 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 وكيت. انا ليا توبه؟ قلت له طبعا. ليه غفران؟ قلت له طبعا. قال لي بس كل الاعتراف اللي فات كان مزيف، قلت له بس الاعتراف المره دي حقيقي. واللص اليمين في اخر لحظه قال اعتراف حقيقي ودخل السماء امام الله. لما وطى راسه، هو راجل كان كبير في السن، وانا السن دي يعني انا مش كبير، ما كنتش كبير كده يعني، كنت اصغر مثلا من 15 سنه من دلوقتي، فهو كان اكبر مني كتير، فهو راح وطى راسه وانا بصلي، بقى يعيط والكرسي يتهز والمكتب اللي بيترعش من عياطه، من كتر عياطه في صدق توبته انا عينيا رغرغت يعني، يعني اتأثرت عاطفيا.
مش يعني صادق قوي في توبته. عارفين بعد ما خلص قال لي ايه؟ قوم وقف. وقفت، حضني حض كان هيفعصني. يعني حضني قوي قوي قوي، انا ما كنتش مستعد له يعني، يعني 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 مش مطلع ايديا كده فعم كده فتعصرت. يعني مش بقول كده عشان تضحكوا، بقول على صدق احساسه، لان فضل يقول لي انا بس دلوقتي ارتحت، انا دلوقتي بس ارتحت، انا بس دلوقتي ارتحت، انا بس دلوقتي ارتحت، انا اول مره هتناول وانا رافع راسي، لان النهارده زمن حريتي. ذوقوا الطعم الجميل يا اولاد، مهما كانت الخطيه مره وانت بتقولها، الحلاوه اللي هيحطها المسيح في بقك بعد كده بجسده ودمه تنسيك كل حاجه. خليكوا اقوياء، قولوا قولوا. يا ابونا واحنا عيال صغيرين عندنا 14 15 سنه كنا شويه ولاد مع بعض ولعبنا لعب وحش كده عامل زي الشذوذ. قول خجلان من ايه؟ انا بديكم مثل ان اي حاجه ممكن تتقال، وابونا عمره ما هيمسك حاجه ولا يفكرك بحاجه. اخر حاجه عايز اقولها لك، او اخر نقطتين في ثواني كده. اول حاجه، لما انت تخفي عن اب اعترافك الخطيه انت منعت نفسك عن رشدة العلاج. ما انت ما قلتش الخطيه، طب هتاخد الارشاد ازاي وتاخد العلاج ازاي؟ لكن لما تقول له انا بيحصل كذا كذا اعمل ايه، يبقى انت قلت له المرض وما انكسبتش، وابونا ادالك العلاج. لكن تتصور تروح للدكتور تقول له اكتب لي روشيتا. روشيتا على ايه يا حبيبي؟ لا انا خجلان ما اقدرش اقول لك انا عيان بايه، مرض حساس كده ما اقدرش اقول لك عليه. ايوه من لازم اعرف. طب اعمل تحاليل. لا ما التحاليل هيتكشف، بس انت راجل بركه اكتب لي روشيتا. احنا بنعمل كده، مش هينفع. عشان تاخد العلاج لازم تفضح المرض. اخر حاجه تشجعكم، مفيش اسوأ من القديس موسى الاسود. زنا، اغتصاب، سرقه، قطع طريق، سكري. كان بيشرب في اليوم 3-4 لتر الا ربع، 4 لتر خمره الا ربع. عارفين يعني ايه 4 لتر؟ مش عارف الموبايل ده اعمل معاك ايه، يعني اعمل فيك. طب خلاص ما علي، نرجع تاني للموضوع. القديس موسى الأسود كان كل خطية بيقولها أمام أب الاعتراف كان ملاك بينزل ويمسحها. عشان كده كانت الخطية بشعة بشعة. تصوروا وبيخترف وسط الرهبان، مش في أوضة لوحده. فالرهبان ما كانوش عارفين أن في شر في الدنيا، الرهبان مش قادرين بيدوب. الوحيد اللي كان بيضحك مين؟ قديس إسزورس، لأن الوحيد اللي ربنا سمح له يشوف أن الملاك بيمسح كل خطية والصفحة بقت بيضة. يا بختك لو دخلت جوه سر الاعتراف وقلت كل الخطايا بلا خجل، هتطلع كل مرة صفحتك بيضة كأنك خارج من المعمودية بالظبط. اوعى تخجل، اوعى تخجل. طولت عليكم. يبقى كلمتكم النهاردة عن مرض اسمه مرض إخفاء الخطية، ده بيعطل التوبة. والقديس باسيليوس بيقول ده سم جوانا ممكن يفقدنا أبديتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.